عليكم. سلام. هذه هدية الشيخ علا. يا ها. العب 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 العب. طيب يا غانم. طيب الجو مصري يا حبيبي. ذكرت لي في بحر النيل. طيب المرعي السمين. طيب ابو سعيد. يا حبيبي شكرا جزاك الله خير. وهذا طبع الشعب المصري، شعب الوفي، شعب اللي كلنا بنحبه. والله هذا من بعد خيركم يا شيخ غازي، واقول كلمه في زوا غانم. تمام محضره بس زوا بيت واحد يعني. طيب ويلوموني في حبكم يا زوا غانم، ويشهد الله ان من يوم معرفتكم وانا ما حصلت غير كل علم الغانم. صلوا على النبي، صلوا على النبي. دام وليد اهدى ابو علا فالدعوه مزارق طيب، فابو علا يستاهل هو وزوجته وعلا 50,000 ريال. يا هو احلى تحيه للوادي الجامد الصاروخ اللي يشوفه يدوخ الجامد اللي عليه جسمي يودي الاسم.